السلام عليكم. يا ريت تكون السيشن الاولانيه عجبتكم، فهمتوها كويس، الكلام فيها كان واضح. خدنا السيشن الاولانيه مقارنه كده سريعه ما بين الباراسيمباثيك والسيمباثيك. اتكلمنا وقلنا ان الاوتونوميك بيتقسم عندنا لتو سيستمز كبار، واحد منهم مسؤول عن العصبيه والفايتنج اللي هو السيمباثيك، واحد تاني مسؤول عن الريلاكسيشن والهدوء وانت قاعد كده ما بتعملش اي مجهود او اي اكتيفيتي اللي هو الباراسيمباثيك. قارنا ما بينهم، قارنا من ناحيه الاكشنز، قارنا من ناحيه النيورو ترانسميترز الاستايل كولين والنورابينفرين. يعني عشان ما ازودش عليكم في الكلام، اللي انا عايز اوصله لك بس ان كلام الفارماكولوجي كله مترتب على بعضه. يعني السيشن الثانيه اللي احنا هناخدها النهارده ان شاء الله دي مترتبه على السيشن اللي قبلها، اللي جايه المره الجايه ان شاء الله هتبقى مترتبه على السيشن دي، وهكذا. فما ينفعش تاخد جزء وتسيب الثاني. النهارده هنكمل كلام على السيشن الاولانيه، هنتكلم على نقطه مهمه جدا، الريسبتورز. الريسبتورز دي هتفضل مكمله معاك بقى، ماشيه معاك طول الفارماكولوجي. كل الادويه اللي احنا هناخدها فيما بعد هي مترتبه على السيشن دي. السيشن دي واللي بعدها. السيشن دي فهمتها كويس، دخل الدماغ كويس، وعرفت انواع الريسبتورز ايه، انواع النيورو ترانسميتر ايه، انت كده حطيت ايدك على اول خيط لفهم الفارماكولوجي. الريسبتورز يا جماعه عشان بس تبقى فاهم، لما نيجي نتكلم على الريسبتورز انت بتتكلم على الحاجه المسؤوله عن الاكشن اصلا، المسؤوله عن الافكت. يعني الاستايل كولين فور اكزامبل مثلا للباراسيمباثيك، ما تفتكرش ان هو اللي بيوطي الضغط، ما تفتكرش ان هو اللي بيخليك في حاله هدوء وريلاكسيشن. ده المفترض ان هو بيشتغل على الريسبتور الاول، ومن خلال الريسبتور دي بيعمل الافكت او بيعمل الاكشن بتاعه. السيشن النهارده مهمه جدا، ولازم تكون طالع من السيشن دي فاهمها، فاهمها مش حافظ اي حاجه. والسيشن اللي جاي كمان هنكمل بقيه الريسبتورز، التو سيشنز اللي جايين النهارده والمره الجايه ان شاء الله لازم يكونوا مفهومين كويس. تعال نكمل كلام. الريسبتورز عندي عشان افهمها كويس وعشان ابقى مستوعبها كويس، بص يا سيدي كده معايا، تعال افكرك كده ببوينت في الاول احنا قلناها في اول سيشن. لو جينا قلنا ان ده السي ان اس، برين وسباينال كورد. اوكي، لو افترضنا مثلا ان ده نيرف اوتونوميك، ايا كان النيرف ده نوع ايه وادي الهاني، سواء كان باراسمباثيك او سمباثيك، ده نيرف اوتونوميك اهو، اوتونوميك نيرف. الاوتونوميك نيرف ده بيخرج لي في الاخر نيورو ترانسميتر، ممكن يكون النيورو ترانسميتر ده استايل كولين او نور ابنفرين. مظبوط الكلام؟ حلو. وادي يا سيدي الجانجليا اللي في النص اللي احنا متفقين عليها. حلو الكلام. المفترض ان هنا في اورجن. الاورجن ده طبعا من الناس اللي شافت السيشن الاولانيه معروف ان الاورجن ده فولنتري ولا انفولنتري يا جماعه؟ تقدر تتحكم فيه ولا ما تقدرش؟ ما تقدرش، انفولنتري. احنا متفقين من السيشن الاولانيه ان اي اوتونوميك نيرف واصل لانفولنتري اورجن ما تقدرش تتحكم فيه، قلب، عين، رئه، ايا كان. المهم خلينا في المهم. الاسال كولين او نور بنفرين هما المفترض ان هما بيعملوا اكشن هنا، صح؟ بيعملوا اكشن في الاورجن ده، بس مش هما بنفسهم. بمعنى ان الاورجن ده عليه ريسبتورز، الريسبتور دي المفترض ان الاستايل كول او النور ابنفرين بيشتغل على الريسبتور دي، ومن خلال الريسبتور بيحصل الاكشن اللي احنا بنتكلم عليه. تاني، الاورجن ده المفروض بيحصل فيه اكشن من خلال النيورو ترانسميتر اللي اسمه الاستايل كولين او النور ابنفرين. لا، ده من خلال الاول ان هما بيشغلوا ريسبتور موجوده هنا على الاورجن ده، ومن خلال تشغيلهم للريسبتور لما بيحصل اكتيفيشن للريسبتور دي بيحصل الاكشن المراد اللي احنا عايزينه. برضه لا، امال ايه؟ النقطه اللي جايه دي مهمه. بيقول لك يا سيدي ان اي اورجن عليه ريسبتور، اوكي، الريسبتور ده بيبقى كابلد مع جي بروتين. ايه تاني كده؟ اي اورجن من دول اللي بيحصل فيهم الاكشن، احنا اتفقنا ان لازم يكون عليه ريسبتور عشان من خلال الريسبتور دي
بيشتغل الاستايل كولين او النور بنفرين وبالتالي بيحصل الاكشن. لا ده انا كمان بقول لك ان مش من خلال الريسبتور، لا ده في جندي مجهول هنا اسمه جي بروتين. جي بروتين، الجي بروتين ده عباره عن امينو اسيد. الامينو اسيد ده بيشتغل لما الريسبتور بيحصل لها اكتيفيشن وبالتالي بيحصل الاكشن ده. تاني نقول الكلام، بص يا سيدي، ادي الاستايل كولين او النوربينفرين. المفترض خلينا مثلا في الاستايل كولين باراسمباثيتك. الاستايل كولين بيوطي الضغط، ماشي اوكي. هل هو الاستايل كولين بنفسه اللي بيوطي الضغط؟ قال لك لا. امال ايه؟ ده بيشتغل على ريسبتور. خلي بالك ادي الاستايل كولين اهو، وادي القلب اللي هو الاورجن، القلب هنا اللي هو الاورجن. بيقول لك الاستايل كولين مش بنفسه هو اللي بيشتغل على القلب، امال ايه؟ ده بيشتغل على ريسبتور موجوده في القلب، وبالتالي من خلال تشغيله للريسبتور دي الضغط بيوطي. ده قال لك كمان الموضوع مش كده وبس، الموضوع مفصل اكتر من كده، ان الريسبتور دي كابلد مع امينو اسيد اسمه جي بروتين. الريسبتور اللي موجوده اللي على القلب دي كابلد مع امينو اسيد اسمه جي بروتين. من خلال تشغيل الجي بروتين بيحصل الاكشن في القلب ان الضغط ايه؟ بيوطى. يبقى الموضوع لافف كده على كذا كذا ستيج او كذا ستيب. هو مش استايل كولين بيشتغل على القلب مره، لا ده الاستايل كولين الاول بيشتغل على الريسبتور اللي موجود على القلب، وبعد ما بيشتغل على الريسبتور الجي بروتين اللي كابلد مع الريسبتور ماسك في الريسبتور بيحصل لها اكتيفيشن، ومن خلال تشغيل الجي بروتين دي القلب بيوطي الضغط. فهمت الموضوع ماشي ازاي؟ ده الموضوع كده ان جنرال. بيني وبينك تعال ناخده بالتفصيل. بص يا سيدي، ايه قصه الجي بروتين دي؟ قال لك ان الجي بروتين دي في منها ثلاث انواع، في منها ثلاث انواع. اول نوع اسمه جي كيو، اسمه ايه؟ اسمه جي كيو. تاني نوع اسمه جي اس. تالت نوع اسمه جي اي. تاني كده جي كيو جي اس جي اي، ثلاث انواع من الجي بروتين اللي هو كابلد مع الريسبتور. الثلاث انواع دول بيشتغلوا على انزيمز معينه. افهم معايا كده واحده واحده، وهشرح لك الكلام ده بطريقه تانية اسهل هتفهم الموضوع كله. في نوع اسمه من الانزيم اسمه فوسفو لايبيز سي انزيم، وفي نوع تاني اسمه ادينايل سايكليز انزيم. ايه يا سيدي القصه دي؟ في نوعين من الانزيمز بيشتغل عليهم الجي بروتين اللي هو سواء جي كيو او جي اس او جي اي. ايه هما؟ نوع اسمه فوسفولايبيز سي، ونوع تاني اسمه ادينايل سايكليز. خليك معايا بس هفهمك كل حاجه والله. النوع الاولاني ده اللي اسمه فوسفولايبيز سي، تعال نفهم كل انزيم فيهم بيعمل ايه. الفوسفولايبيز سي ده يا سيدي لو اشتغل ده بيقوم بتحويل، مش هو اسمه فوسفولايبيز، فوسفولايبيز ايز دي يعني تكسير، تكسير ايه؟ الفوسفوليبيدز، صح؟ يبقى بيكسر الفوسفو ليبيدز الى ايه؟ الى ثلاث مواد. بص كده، داج واي بي 3 وكالسيوم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك، بيقول لك ان في انزيم من التو انزيمز اللي بيشتغل عليهم الجي بروتين اسمه فوسفولايبيز سي انزيم. ده بيعمل ايه الانزيم ده؟ الانزيم ده من اسمه فوسفولايبيز، لايبيز يعني بيكسر، ايز بيكسر ايه؟ لايبيز، فوسفولايبيز يعني بيكسر الفوسفوليبيدز الى ثلاث مواد. داج اللي هي اختصار داي اسايل جليسرول، داي اسايل جليسرول اختصارها داج، وبتيجي كده داج زي ما هي. واي بي 3 وبيكسر كمان الفوسفوليبيدز الى اي بي 3. اي بي 3 اختصار انيستول تراي فوسفيت، انيستول تراي 3 اهي فوسفيت، بتيجي برضه اي بي 3، وكمان كالسيوم بيطلع كالسيوم. ماشي، ده الانزيم ده بيعمل كده. خليك بس خليه على جنب دلوقتي. الانزيم الثاني بيعمل ايه؟ الانزيم الثاني ده اسمه ايه؟ ادينايل سايكليز. ده اسهل شويه، بص كده، ده بيقوم بتحويل الاي تي بي اللي هي الانرجي، بيقوم بتحويل الاي تي بي الى ماده اسمها سايكليك ان بي. ماده اسمها ايه؟ سايكليك ان بي.
سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت سايكليك ام بي. ده الانزيم ده لو اشتغل اللي هو الادينين سايكليز ده بيقوم بتحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي. اقول لك القصه، انا بقول لك دلوقتي من الاول بقى خالص ان الاستايل كولين او النور ايبينفرين بيشتغلوا على ريسبتور موجود على اورجان انفولانتري اوتونوميك. الريسبتور دي كابلد مع بروتين اسمه جي بروتين، جوانوزين بروتين امينو اسيد يعني. الريسبتور دي اول ما تشتغل الجي بروتين ده بيحصل له اكتيفيشن، والجي بروتين ده فيه منه ثلاث انواع جي كيو جي اس جي اي. اول ما واحد من دول من الجي بروتين يحصل له اكتيفيشن يحصل الاكشن في الاورجن. الاكشن ده ديبند على ايه؟ معتمد على ايه؟ معتمد على تشغيل الجي بروتين لواحد من الانزيمز دول، يا اما الفوسفولايبيز سي انزيم يا اما الادينايل سايكليز انزيم. لو شغل الفوسفولايبيز سي انزيم حصل له اكتيفيشن، يبقى دلوقتي الفوسفوليبيدز هتتحول الى داج واي بي 3 وكالسيوم. ولو تم تشغيل الادينايل سايكليز عن طريق الجي بروتين هيتم تحويل الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي. مش فاهم؟ عندك حق. تعال ناخد اكزامبل عشان تفهم. امسح لي كده الاكزامبل الاولاني اللي هو الجنرال ده، تعال ناخده بالتفصيل. لو جيت قلت لك مثلا ان ده القلب، ادي القلب هارت، القلب عليه ريسبتور، ادي الريسبتور اللي موجود على القلب. بص معايا كده، الجي كيو بروتين، الجي كيو بروتين اللي هو اول واحد ده بيشتغل على الفوسفولايبيز سي انزيم، بيشتغل على الفوسفولايبيز سي انزيم، بيعمل له ايه؟ بيعمل له اكتيفيشن. ولما يحصل اكتيفيشن للفوسفولايبيز سي انزيم ايه اللي هيحصل؟ هيتحول الفوسفوليبيدز الى داج واي بي 3 وكالسيوم. الجي كيو يا جماعه بيشتغل بس على الفوسفولايبيز سي انزيم بس. طيب الاثنين التانيين اللي هم النوعين التانيين من الجي بروتين، النوعين التانيين من الجي بروتين بيشتغلوا على ايه بقى؟ اللي هم الجي اس والجي اي، بيشتغلوا على ايه؟ بيشتغلوا على الادينايل سايكليز انزيم، بيشتغلوا على النوع الثاني من الانزيم ده اللي هو الادينايل سايكليز انزيم. بيعملوا ايه؟ لو جيت قلت لك ان الجي اس بروتين اس الصغيره دي نسبه الى استيمولاتوري، يعني بتعمل استيميوليشن، تفتكر لو الجي اس بروتين اشتغلت على الادينايل سايكليز تعمل له استيميوليشن ولا انهبيشن؟ هتقول لي ما هي اس صغيره يعني هتعمل له استيميوليشن. فبالتالي لما تعمل استيميوليشن للادينايل سايكليز هل هتحول اكتر الاي تي بي الى سايكليك ام بي ولا هتمنع تحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي؟ لا، هتقول لي ايه؟ هتحول اكتر، هتزود تحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي، يعني سايكليك ام بي يزيد. تعالى خدها من ناحيه ثانيه، لو جيت قلت لك ان الجي اي بروتين اللي هو بيشتغل برضه على الادينايل سايكليز انزيم، اي الصغيره دي اللي هنا دي نسبه الى انهبيتوري، انهبيشن، بتعمل انهبيشن، يبقى تفتكر لو الجي اي بروتين اشتغل على الادينايل سايكليز انزيم هيعمل له انهبيشن ولا اكتيفيشن؟ انهبيشن، ما هو الجي اس اللي كان بيعمل له اكتيفيشن، اس ستيمولاتوري، يبقى الجي اي انهبيتوري، اي انهبيتوري يبقى تعمل له ايه؟ انهبيشن. لما امنع الانزيم ده يبقى بالتالي الاي تي بي مش هيتحول الى سايكليك ام بي. يبقى الجي بروتين عندي اللي هو بيبقى كابلد مع الريسبتور هنا في الحته دي كده، بيبقى كابلد مع الريسبتور اهو، ده في منه ثلاث انواع، يا اما جي كيو بيشتغل على الفوسفولايبيز سي انزيم بس، يا اما جي اس يا اما جي اي. الجي كيو بيشتغل على الانزيم ده بس الفوسفولايبيز، وبيعمل له اكتيفيشن بس، مفيش يا جماعه الفوسفولايبيز ما بيحصلوش انهبيشن، بيحصل له بس اكتيفيشن عن طريق الجي كيو، مش زي الادينايل سايكليز ممكن يحصل له انهبيشن او اكتيفيشن، لا الفوسفولايبيز سي بيحصل له اكتيفيشن بس بالجي كيو. لما يحصل اكتيفيشن الفوسفولايبيز سي يكسر الفوسفوليبيدز الى داج واي بي 3 وكالسيوم، ثلاث مواد. او النوع الثاني من الجي بروتين اللي هو الجي اس، والنوع الثالث اللي هو الجي اي، دول بيشتغلوا على انزيم واحد برضو اسمه ادينايل سايكليز. والله لو اشتغل عليه جي اس يبقى ده ستيمولاتري، يبقى هيزود تحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي، ولو اشتغل عليه جي اي ده انهبيتوري، يبقى هيمنع تحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي.
نرجع لإكزامبل الهارت. الهارت أنا بقول لك إن عليه ريسبتور، أكيد الريسبتور دي كابلد مع جي بروتين، واحد من الثلاثة دول. تعال نفترض مثلا إن هو كابلد مع جي اس بروتين اللي هو تاني واحد ده، كابلد مع جي اس بروتين. الجي اس بروتين يا جماعة بتساعد على إيه؟ بتساعد على تحويل الـ ATP لسايكليك إن بي، ولا بتمنع اس ستيمولاتوري؟ يبقى بتساعد. أهو لو جيت كتبت لك هنا كده إن في القلب والله في ATP المفترض ان هو بيتحول عن طريق انزيم اسمه ادينايل سايكليز انزيم الى سايكليك ام بي. بص معايا، لو افترضنا ان النور ابنفرين راح اشتغل على الريسبتور بتاعته اللي موجود على القلب، فور اكزامبل كل ده عمل لها اكتيفيشن. الاكزامبل ده هو اللي هيفهمك الموضوع كله. لما يحصل اكتيفيشن للريسبتور اللي موجود على القلب دي، ساعتها يحصل اكتيفيشن للجي اس بروتين اللي هي كابلد معاها، الامينو اسيد اللي كابلد اللي ماسك في الريسبتور. ولما يحصل اكتيفيشن للجي اس بروتين، ساعتها هل هتساعد على تحويل الاي تي بي لسايكليك ام بي ولا هتمنع؟ لا والله ده اس ستيمولاتوري، يعني بتعمل ستيميوليشن للادينايل سايكليز انزيم اللي موجود في القلب. ولما يحصل اكتيفيشن للادينايل سايكليز انزيم اللي موجود في القلب، الاي تي بي كلها تتحول الى سايكليك ام بي. السايكليك ام بي يزيد في القلب، ولما السايكليك ام بي يزيد في القلب ايه اللي يحصل؟ يزيد الهارت ريت ويزيد الكاردياك اوتبوت في القلب، ويزيد شغل القلب كله ويزيد الضغط. فاكر في اول سيشن لما جينا قلنا ان النور ابنفرين اللي هو السيمباثاتيك بيزود الهارت ريت والكارديك اوتبوت وبيزود الضغط عن طريق تشغيله في القلب؟ انت ما كنتش فاهم، ده ازاي بيحصل. اديني فسرتها لك اهو بالتفصيل ازاي بيحصل. النور ابنفرين يروح يشتغل على الريسبتور بتاعته اللي موجوده في القلب. انا بقول لك ان الريسبتور دي فور اكزامبل كابلد مع جي اس بروتين، ودي حقيقه على فكره. جي اس بروتين يعني ستيمولاتوري. ده بيشتغل على ايه الجي اس بروتين ده؟ ارجع هنا كده، الجي اس بروتين بيشتغل على الادينايل سايكليز انزيم. ادينايل سايكليز انزيم ده بيساعد على تحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي. لما النور ابنفرين يعمل اكتيفيشن للريسبتور بتاعته اللي موجوده في القلب، ساعتها يحصل اكتيفيشن للجي اس بروتين اس ستيمولاتوري، ساعتها يحصل ستيميوليشن للادينايل سايكليز انزيم اللي هو بيساعد على تحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي. سايكليك ام بي يزيد في القلب، يزيد الضغط ويزيد الهارت ريت ويزيد الكارديك اوتبوت. يعني القصه ان مش النور ابنفرين اصلا اللي عمل التلات حاجات دول مره واحده دايركتلي كده، لا ده في سيكونس، في ستيبس المفروض احنا بنمشي عليها. دي الخطوات اللي بتحصل عشان النور ابنفرين يزود ضربات القلب ويزود الضغط ويزود الكارديك اوتبوت. فهمت كده الموضوع؟ وصل؟ اهم حاجه تطلع لي من الموضوع ده بايه؟ ان اي ريسبتور كابلد مع جي بروتين في الاوتونوميك، الجي بروتين ده ثلاث انواع، جي كيو جي اس جي اي. الجي كيو ده اكتيفيشن. تقول له يا دكتور طب ما دام هو ستيمولاتوري يعني اكتيفيشن، بيعمل اكتيفيشن للفوسفولايبيسي، ليه ما سميناهوش جي اس؟ جي اس ايه يا ابني؟ طب ما هناك جي اس، هيبقى جي اس وجي اس. لا خلينا نرمز لها برمز ثاني يعني عشان تبقى ايه منفرقينها عن الجي اس الثاني. فنرمز لها برمز جي كيو. جي كيو ده هو برضه ستيمولاتوري، خلي بالك، بس ستيمولاتوري لانهي انزيم؟ فوسفولايبيز سي انزيم. ده اللي بيساعد على تحويل الفوسفوليبيدز الى داج اي بي 3 وكالسيوم. النوعين التانيين من الجي بروتين جي اس وجي اي، دول سهلين، دول بيشتغلوا على انزيم واحد اسمه ادينايل سايكليز انزيم. اس ستيمولاتوري بيعمل اكتيفيشن للادينايل سايكليز فبيساعد على تحويل اي تي بي الى سايكليك ام بي. اي يعني انهبيتوري، بيمنع، بيعمل انهبيشن للادينايل سايكليز فبيمنع تحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي. فهمت الفكره؟ تمام كده؟ طيب تعال بقى نتكلم على انواع الريسبتورز بناء على الكلام ده، عشان الكلام ده هيفيدنا كمان شويه، خليه في دماغك. تعال نتكلم على انواع الريسبتورز بتاعت الباراسمباثيك والسمباثيك. بص كده بقى معايا، حته الجي بروتين دي يا جماعه مهم تعرفها، عشان الجي بروتين ده بيسموه السكندري ميسنجر او الجندي المجهول. هو ده المسؤول عن الاكشن، مش النور ابنفرين ولا السايكليكين ولا الاستايل كولين، لا. الجي بروتين والمواد اللي بتطلع منه هي دي المسؤوله اصلا عن الايه؟ عن الاكشنز. بص كده معايا بقى يا سيدي. كده
نرجع لرسمة السي ان اس بتاعتنا اللي مش هنخلص منها، هفضل ارسمها لكم كده على طول. كنا بنقول ان السي ان اس ده يا جماعة بيخرج منه نيرفات باراسمباثيتك بالشكل ده، ده مثلا نيرف باراسمباثيتك، وكنا بنقول برضو ان بيخرج منه نيرف سمباثيتك بالشكل ده، ادي ده نيرف سمباثيتك مظبوط كده. طبعا هنا الجانجليا، ودي كمان برضو جانجليا تانية اهي موجودة فيهم هما الاتنين. كنا بنقول ان الجانجليا دي فيها ريسبتور اسمه نيكوتينيك ان ريسبتور، صح ولا لا؟ فاكرينه ده؟ واول كنت بقول لك اول ما تسمع كلمه نيكوتينيك ان بدل نيكوتينيك، يبقى اكيد اللي هيشغلها ماده اسمها ايه؟ ده في اول سيشن الكلام ده، ماده اسمها اسيتايل كولين، ماشيه هنا كده. ماده اسمها ايه يا جماعه؟ اسيتايل كولين، هي الوحيده اللي قادره على تشغيل المصنع ده او الجانجليا. وساعتها لما المصنع ده بيحصل له اكتيفيشن، هو اللي بيقرر مين النيورو ترانسميتر اللي يخرج. والله لو على نيرف باراسمباثيتك يبقى النيورو ترانسميتر اللي هيخرج اسمه يا جماعه؟ اسيتايل كولين. ولو على نيرف سمباثيك يبقى النيورو ترانسميتر اللي هيخرج اسمه ايه؟ ها؟ نور ابينفر. حلو كده. اقف هنا بقى شويه. الاسيتايل كولين ده بيروح يشتغل على ايه؟ على اورجن. مظبوط كده؟ ادي الاورجن بتاعه. نفس القصه النور ابينفرين، هو كمان بيروح يشتغل على ايه؟ على اورجن. جميل. طبعا ما بيروحش بنفسه بناء على الكلام اللي فات، لازم في ريسبتور يشتغل عليها، صح؟ ادي ريسبتور اهي مظبوط. وكنا بنقول طبعا ان الريسبتور دي كابلد مع ايه لسه من شويه؟ مع جي بروتين. حلو، ادي الريسبتور. في انواع من الريسبتور بيشتغل عليها الاسيتايل كولين، وفي انواع مختلفه تماما من الريسبتور بيشتغل عليها النور ابينفرين. انواع الريسبتور يا جماعه اللي بيشتغل عليها الاسيتايل كولين، نوع اسمه ماسكارينيك ريسبتور. نوع اسمه ايه؟ ماسكارينيك ريسبتور. الماسكارينيك ريسبتور ده هو ده الريسبتور اللي بيشتغل عليه الاسيتايل كولين، وطبعا بيبقى كابلد مع جي بروتين. ومن خلال تشغيله للماسكارينيك ريسبتور بيحصل الاكشن او بيحصل الافكت في الاورجن. حلو الكلام؟ جميل. الريسبتورز اللي بيشتغل عليها النور ابينفرين هما نوعين من الريسبتورز، هناخدهم على فكره السيشن اللي جاي مش السيشن دي. نوعين من الريسبتورز، في نوع اسمه الفا ريسبتور ونوع تاني اسمه بيتا ريسبتور. الفا وبيتا، يبقى احنا عندنا الماسكارينيك دي بتاعت الاسيتايل كولين. حلو. ونوع تاني بتاعت النور ابينفرين بقى اسمها ايه؟ اسمها الفا وبيتا، نوعين، خلي بالك مش نوع واحد، نوعين، الفا وبيتا ريسبتور. برضه هما كمان كابلد مع جي بروتين، وبالتالي لما بيحصل اكتيفيشن للالفا او البيتا بيحصل الاكشن او الافكت في الاورجن ده من خلال الجي بروتين. يبقى انا عندي ماسكارينيك بتاع الاسيتايل كولين الباراسمباثيك، وعندي الفا وبيتا بتاع النور ابينفرين اللي هو الايه؟ اللي هو السمباثيك. جميل. احنا هنتكلم النهارده على ايه يا جماعه؟ على الماسكارينيك اللي هو بتاع الباراسمباثيك الاسيتايل كولين. بس خلينا بس افكرك بحاجه كده صغيره. فاكر كان في نيرف كده بالمنظر ده اسمه سوماتيك نيرف، فاكره ده من السيشن اللي فاتت؟ السوماتيك نيرف ده على فكره ده مش تبع الاوتونوميك، ده اللي كان واصل للسكيليتال ماسلز. ده كان واصل لايه؟ للسكيليتال ماسلز، عضلات ايدك وعضلات رجلك. السوماتيك نيرف ده ما كانش اوتونوميك. كان اللي بيفرقه ما بينه وما بين نيرفات الاوتونوميك عدم وجود جانجليا، ما فيش محطه. اهو بالمنظر ده بتلاقي النيرف ماشي بالمنظر ده. ركز معايا كده في السوماتيك نيرف ده. انا بقول لك ان السوماتيك نيرف ده واصل لايه؟ للسكيليتال ماسل، صح؟ لو جيت قلت لك ان السكيليتال ماسل دي عليها ريسبتور، والسوماتيك نيرف ده بيخرج نيورو ترانسميتر، هدي لك معلومه وهسالك من خلال المعلومه دي تقدر تعرف لي النيورو ترانسميتر ولا لا.
هدي لك معلومه معطيات كده، معطى واحد هديهولك كده اللي هو نوع الريسبتور، ومن خلال نوع الريسبتور ده هسالك هل تقدر تحدد لي نوع النيورو ترانسميتر اللي بيشتغل على الريسبتور ولا لا؟ بص كده معايا، لو جيت قلت لك معلومه صغيره قوي ان نوع الريسبتور اللي موجود على السكيليتال ماسل اسمه نيكوتينيك ام ريسبتور، نيكوتينيك ايه؟ ام ريسبتور، خلي بالك في نيكوتينيك ان دي على نيرف، دي بتاعت الجانجلي، في بقى نيكوتينيك ام على ماسل، سكيليتال ماسل ماسل، نيكوتينيك ام ريسبتور، لو جيت قلت لك ان ده نوع الريسبتور اللي موجود على عضله بتاعت ايدك او بتاعت رجلك، هل تقدر تعرف لي نوع النيورو ترانسميتر اللي بيشتغل على الريسبتور ده؟ تفكر كده شويه، لو فكرت هتبحك. ليه؟ يا ابني يا حبيبي انا بقول لك نيكوتينيك، بدام سمعت سيره نيكوتينيك يبقى اكيد النيورو ترانسميتر وانت مغمض اسمه ايه؟ اسمه اسيتايل كولين، والله ما في نيورو ترانسميتر في العالم يشغل النيكوتينيك ريسبتور غير الاسيتايل كولين، سواء كانت نيكوتينيك ان ريسبتور موجوده على جانجليا نيرف او نيكوتينيك ام ريسبتور موجوده على مصل اللي بيشغلها واحد اسمه اسيتايل كولين، نيكوتينيك ام نيكوتينيك ان نيكوتينيك عفريت ازرق هو اللي بيشغلها واحد هو اسيتايل كولين، ولما الاسيتايل كولين يشغل النيكوتينيك ام ريسبتور بيعمل كونتراكشن في العضله. خلي بالك ان الكلام ده كله نون اوتونوميك، هو اسيتايل كولين بس ده مش اوتونوميك، عشان لو كان نيرف اوتونوميك كان هيبقى فيه جانجليا، ده مش جانجليا، دي ما فيهاش جانجليا، ده نان اوتونوميك، ده النيرف اللي واصل للعضلات دي تقدر تتحكم فيها فولانتري اورجانز، فبالتالي هنا ما فيهاش جانجليا، دي نان اوتونوميك. بتخرج اسيتايل كولين ليه؟ بتخرج اسيتايل كولين عشان هو الوحيد اللي يقدر يشغل النيكوتينيك ام ريسبتور اللي موجوده على السكيليت المصري، ولما بيشغلها بيعمل ايه؟ بيعمل كونتراكشن في العضله. اسالك سؤال تاني، هو ليه السوماتيك نيرف معلهوش جانجليا؟ وليه اي اوتونوميك نيرف سواء بارا سمباثيك او سمباثيك لازم بيبقى عليه الجانجليا دي؟ اجاوبك، هي الجانجليا دي في السيشن الاولانيه انا قلت لك وظيفتها ايه؟ وظيفتها التصنيع او تنظيم خروج النيورو ترانسميتر، هي اللي بتحدد هل النيورو ترانسميتر اللي خارج ده استايل كولين ده لو على نيرف بارا سمباثيك، ولا نور ابنفرين ده لو على نيرف سمباثيك، صح؟ مش دي وظيفه الجانجليا المصنع؟ مظبوط. طب هي موجوده عشان تنظم استايل كولين ولا نور ابينفرين؟ هي ليه هتبقى موجوده هنا على السوماتيك نيرف؟ اذا كان السوماتيك نيرف نيورو ترانسميتر هو واحد اللي بيخرجه اللي هو استايل كولين، عشان ما بيشغلش غير ريسبتور واحده، ما بيقابلش غير ريسبتور واحده في وشه هي النيكوتينيك ام، يعني ما فيش نور ابينفرين بيخرجه، هو استايل كولين هيخرج طول العمر من السوماتيك نيرف. ايه لازمه الجانجليا؟ ايه لازمه المصنع؟ ايه لازمه المنظم؟ هي هتخرج استايل كول، يبقى مفيش لازمه للجانجليا دي. فهمت قصدي ايه؟ يبقى هنا السوماتيك نيرف معلهوش جانجليا، عشان كده كده هو النيورو ترانسميتر واحد اللي بيخرج استايل كول، مش محتاجين حاجه تنظم، مش محتاجين مصنع يعني ينظم خروج النيورو ترانسميتر، هو واحد اللي بيخرج اللي هو استايل كول. وواحد ليه؟ عشان بيقابل ريسبتور اسمها نيكوتينيك ام ريسبتور. تمام؟ لكن الجانجليا ايه وظيفتها؟ على لازم تبقى موجوده على الاوتونوميك نيرف، عشان ممكن يكون والله بارا سمباثيك او سمباثيك نوعين. يعني ممكن اخرج استايل كولين او نور ابينفرين، فلازم يبقى في منظم حد بيخرج ده او ده. فهمت الفكره في ايه دلوقتي؟ دي معلومه على الماشي كده على جنب للسوماتيك نيرف اللي هي مش موضوعنا احنا، كلامنا كله اوتونوميك، لكن المعلومه دي مهمه. خلينا نكمل كلام كده، بص معايا. السؤال الثاني اللي انا عايز اساله لك، بص كده على النيرف السمباثيك بيخرج لي ايه؟ نورابينفرين، صح؟ هل كل نيرفات السمباثيك بتخرج لي نورابينفرين؟ تاني، المفترض ان بدل نيرف السمباثيك يعني يخرج لي ايه؟ نورابينفرين. السؤال بيقول هل كل نيرفات السمباثيك بتخرج نورابينفرين ولا في اكسبشنز؟ في اكسبشنز، ركز بقى معايا في الاكسبشنز دي. في نيرف سمباثيك بالمنظر ده، ده نيرف سمباثيك على فكره، واصل لي الاكسوكراين جلاند او السويت جلاند بالمنظر ده كده، دي كده سويت جلاند اللي هي المسؤوله عن السويتنج او مسؤوله عن العرق، السويت جلاند دي، السويت جلاند دي واصل لها نيرف سمباثيك وطبيعي جدا على فكره،
ليه طبيعي؟ افهم. هو السويت جلاند دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله عن العرق، صح؟ هو انت بتعرق امتى؟ وانت قاعد ريلاكسد ولا وانت بتبذل مجهود افورت؟ وانت بتبذل مجهود، صح؟ وانت بتبذل مجهود ده سمباثيك ولا بارا سمباثيك؟ سمباثيك. يبقى اكيد السويت جلاند واصل لها نيرف سمباثيك ولا بارا؟ واصل لها نيرف سمباثيك. بس في حاجه كده صغيره اكسبشن بسيط. السويت جلاند دي انا بقول لك ان عليها ريسبتور اسمه ماسكارينيك ريسبتور. اسمه ايه؟ ماسكارينيك ريسبتور. هو الماسكارينيك ده تبع ايه؟ تبع الباراسمباثيك ولا تبع السمباثيك؟ او مين اللي بيشغله؟ استايل كولين ولا نور ابينفرين اللي بيشغله؟ استايل كولين، صح؟ وانت بتقول ان الريسبتور دي موجوده على السويت جلاند. اه صح. يبقى لازم اللي هيشغلها مين؟ أسيتايل كولين. بس اللي وصل لها نيرف سمباثيك، ايه المشكله؟ نيرف سمباثيك ده بيشتغل ساعه الاسترس او ساعه الايفورت اللي هو مطلوب يحصل فيه ايه؟ زياده في التعرق او زياده في السويتنج. بس مفيش مشكله ان النيرف ده غصب عنه يخرج أسيتايل كولين عشان هو هيشغل ريسبتور اسمها ماسكارينيك. انت عارف لو كان خرج نور ابينفرين، الله في سماه، والله الريسبتور دي ما كانتش اشتغلت ولا الاورجن كان اشتغل ولا كان حصل سويتنج. ليه؟ عشان النور ابنفرين عمره ما يشتغل على الماسكارينيك ريسبتور. لازم النيرف ده غصب عنه مع ان هو سمباثيك لازم يخرج اسيتايل كولين عشان هو الوحيد اللي قادر ان هو يشغل الماسكارينيك ريسبتور. فهمت حاجه؟ تاني ده اكسبشن. اكسبشن نيرف سمباثيك بيخرج لي اسيتايل كولين. ليه تفتكر كده؟ خدها بالعكس من ورا لقدام. ليه نيرف سمباثيك يخرج استايل كولين؟ بالعقل. اكيد النيرف ده ارغم او غصب عنه خرج الاستايل كولين. ايه اللي هيخلي نيرف غصب عنه يخرج استايل كولين؟ اكيد هيقابل اورجان، الاورجان ده عليه ريسبتور ما يشغلهاش غير الاستايل كولين. تاني كده بص انا قلت ايه؟ النيرف سمباثيك ده ايه اللي هيخصبه ان هو يخرج استايل كولين؟ ماده مش بتاعته، المفروض نيرف سمباثيك يخرج نور ابينفرين. ايه اللي يخلي نيرف سمباثيك يخرج استايل كولين؟ اكيد النيرف ده واصل لاورجان، الاورجان ده عليه ريسبتور ما يشغلهاش غير الاستايل كول، فغصب عنه نيرف سمباثيك يخرج لي ايه؟ استايل كول. تقول لي طب يا دكتور وليه سموه نيرف سمباثيك او ليه هو صنف تحت تصنيف كلاسيفايد اندر سمباثيك نيرفز؟ ليه ما تصنفش تحت تصنيف الباراسمباثيك؟ يا ابني حبيبي انا بقول لك ده واصل للسويت جلاند المسؤول عن السويتنج، المسؤول عن العرق. انت بتعرق امتى؟ وانت بتبذل مجهود. يبقى اكيد دي لازم يوصل لها نيرف سمباثيك. فهمت؟ ده اكسبشن. اكسبشن في اكسبشن تاني. بص الاكسبشن تاني ده مهم جدا. ادي نيرف سمباثيك. نيرف سمباثيك ده والله سمباثيك برضو بيخرج لي في الاخر اسيتايل كولين. حلو. اتعرفت بدام النيرف ده السمباثيك ارغم غصب عنه خرج لي استايل كولين، اكيد هيقابل اورجن الاورجن دي ما يشغلهاش غير عليها ريسبتور ما يشغلهاش غير الاستايل كولين، صح ولا لا؟ احنا عرفناها بقى. اكيد نيرف السمباثيك ده بدام خرج لي استايل كولين مع ان مش عوايده، المفروض يخرج لي نور ابينفرين، لا بدام هنا اكسبشن خرج لي استايل كولين، اكيد النيرف ده بيقابل اورجن، الاورجن دي عليها ريسبتور ما يشغلهاش غير الاستايل كولين. 100 100، انت كده عرفت اللعب. بس ايه الاورجن ده وايه الريسبتور دي؟ تعال نشوف. هي الريسبتور دي اللي ما يشغلهاش غير الاستايل كولين اللي على الاورجن دي ممكن تكون ايه؟ استايل كولين والله يا اما بيشغل الماسكارينيك يا اما بيشغل النيكوتينيك، صح؟ يا اما نيكوتينيك ان يا اما نيكوتينيك ام، مظبوط. لا، هي الريسبتور دي نيكوتينيك ان ريسبتور. بدل نيكوتينيك ان نيكوتينيك خلاص يبقى استايل كولين. والله لو نيرف ايه حتى لازم يخرج استايل كولين، هو الوحيد اللي قادر ان هو يشغلها. 100 100. طب دي الريسبتور عرفناه. ايه الاورجن اللي عليه نيكوتينيك ان ده؟ هو في اورجن عليه نيكوتينيك ان غير الجانجليا؟ ايه الاورجن ده؟ الاورجن ده اسمه ادرينال مظله. اسمه ايه؟ ادرينال مظله. ادرينال مظله دي غده موجودة عند الكدني أو فوق الكدني. فوق الكدني حتى بيسموها سوبرا رينال جلاند. سوبرا يعني فوق، سوبرا رينال جلاند، غدة موجودة فوق الكدني. الغدة دي اسمها أدرينال مظلة. الأدرينال مظلة ده عليها ريسبتور
اسمه نيكوتينيك ان ريسبتور. نيكوتينيك سمعناها يبقى اكيد اللي هيشغلها مين؟ الستايل كولين. جاي من نيرف سمباثيك، جاي من نيرف سمباثيك. انت عارف الغريبه في ايه؟ الغريبه يا سيدي ان الادرينال المضاده دي لما الاستايل كولين يشغل النيكوتينيك ان ريسبتور بيحصل اكتيفيشن للادرينال المضاده، ولما يحصل اكتيفيشن للادرينال المضاده من اسمها كده تقوم مخرجالي مادتين من اسمها ادرينال. ادرينال يبقى هتخرج لي ايه تفتكر؟ ادرينالين ونور ادرينالين. تخرج لي ايه؟ ادرينالين ونور ادرينالين من اسمها ادرينال مضله. يبقى تاني كده نيرف سمباثيك بيخرج استايل كولين، يبقى اكيد بدل اورجن ان هو يخرج استايل كولين يبقى اكيد بيقابل اورجن عليها ريسبتور ما يشغلهاش غير الاستايل كولين. صح، هو فعلا بيقابل اورجان اسمها ادرينال مضله عليها ريسبتور فعلا ما يشغلهاش غير الاستايل كولين اللي هي نيكوتينيك ان ريسبتور، ولما بيشغلها من اسمها كده ادرينال يبقى بتخرج لي ادرينالين ونور ادرينالين بيعلوا الضغط. واحد يجي يقول لي يا دكتور طب احنا ليه صنفنا النيرف ده اللي هو سمباثيك، ليه ما كتبتش انت بارا سمباثيك؟ يا حبيبي ازاي بارا سمباثيك اذا كان في الاخر هيعلي لي الضغط؟ بدل الضغط عيني، هو ضغطك بيعلى امتى؟ وانت في حاله سمباثيك ولا بارا؟ في حاله سمباثيك. يبقى لازم النيرف اللي عمل كل ده لازم يكون سمباثيك نيرف. فاهم الجزئيه دي؟ فاضل تكه صغيره في حته الادرينال المضله دي. عارف الادرينال المضله دي بيسموها ايه؟ في الكتب بقى بيسموها اسم جميل قوي، بيسموها موديفايد جانجليا. بيسموها ايه؟ بيسموها موديفايد جانجليا. ايه موديفايد جانجليا دي؟ واحده واحده. جانجليا عارفينها، ايه جانجليا دي؟ مصنع، محطه. اه موديفايد يعني ايه؟ معدله، حاجه كده من جانجليا بس يعني عامله نفسها جانجليا يعني. يعني ايه برضو مش فاهم الاسم؟ ابقى فاهمه لك. بص يا سيدي، بص على المنظر ده كده اللي انا هعمل عليه دايره، وبص على المنظر ده كده. ايه الفرق ما بين المنظر ده الجانجليا اللي عليها نيكوتينيك ان اللي بتخرج استايل كولين او اللي بيخرج منها استايل كولين، ودي والموديفايد جانجليا اللي عليها نيكوتينيك ان برضو في الاخر؟ بص كده، هو الجانجليا اللي كانت على النيرف هنا اللي على نيرف الباراسمباثيك او السمباثيك على فكره كان بيشغلها من الاول كده اللي ماشي هنا ده كده اللي كان بيشغلها مين؟ ماده اسمها ايه؟ استايل كولين. صح ولا غلط؟ الاستايل كولين ده بيفضل ماشي يوصل للنيكوتينيك ان اللي موجوده على الجانجليا الطبيعيه اللي في النيرفات يشغلها، وبعد ما بيشغلها بتخرج النيورو ترانسميتر. مظبوط؟ مظبوط. طب هنا مش برضو ادي نيكوتينيك ان اهي زي اللي كانت موجوده على الجانجليا العاديه؟ مظبوط، بس موجوده على ادرينال مضله. شغلها برضو مين؟ شغلها استايل كولين زي ماشي، ما هو اللي قبلها برضو كان استايل كولين، شغلها استايل كولين هنا وخرجت لي في الاخر ايه؟ ادرينالين ونور ادرينال، وهنا برضو بتخرج لي ادرينالين ونور ادرينال. بس الفرق في ايه؟ الفرق هنا ان دي على شكل مثلث جلاند كده غده، ودي على شكل دايره مصنع جانجليا طبيعيه موجوده على النيرف. يعني ايه؟ يعني الادرينال المضله دي عليها نيكوتينيك ان والجانجليا العاديه عليها نيكوتينيك ان. الادرينال المضله النيكوتينيك ان اللي عليها بيشغلها استايل كولين، وبرضه الجانجليا اللي عليها نيكوتينيك ان الطبيعيه بيشغلها استايل كولين ماشي بري جانجليون. الادرينال المضله في الاخر طلعت لي ادرينال ونور ادرينال. الجانجليا العاديه في الاخر برضه طلعت لي نور ابينفرين او نور ادرينال. الفرق في الرسمه والفرق ان دي غده، فعشان كده قالوا ان هي شبه الجانجليا العاديه قوي في كل مواصفاتها ما عدا ان دي غده موجوده فوق الكدني، فمش هنسميها جانجليا جانجليا بنفس الاسم كده، هنقول عليها جانجليا معدله موديفايد جانجليا عشان توفر فيها نفس شروط الجانجليا. عليها نيكوتينيك ان ريسبتور بيشغلها اسيتايل كولين وبتطلع في الاخر نيورو ترانسميتر ادرينال ونور ادرينال. زي الجانجليا العاديه عليها نيكوتينيك ان ريسبتور بيشغلها استايل كولين وبتخرج لي في الاخر نور ادرينال. فهمت الفكره فين؟ فبيسموها في الاخر ايه؟ موديفايد جانجليا. تمام؟ نبتدي نتكلم على الريسبتورز بتاعه الاسيتايل كولين. نبدا بالريسبتورز بتاعه الباراسمباثيك الاول النهارده، والمره الجايه ان شاء الله ناخد الريسبتورز بتاعه الايه؟ السمباثيك. ماشي كده؟ فهمنا يا جماعه قصه الموديفايد جانجليا والجانجليا العاديه دي؟ موديفايد جانجليا بتاعه السوبرا رينال جلاند او الادرينال المضله هي هي الجانجليا العاديه، بس دي بيسموها موديفايد جانجليا عشان شبه الجانجليا العاديه عليها نيكوتينيك ان ريسبتور
بيشغلها اسيتايل كولين وبتطلع في الاخر نور ابينفرين وابينفرين. الجانجليا العاديه برضه نيكوتينيك ان ريسبتور هي نفس الريسبتور بس موجوده على جانجليا على نيرف. بري جانجليونيك بيمشي اسيتايل كولين يشغلها وبتخرج بعد كده في البوست جانجليونيك بتخرج نور ابينفرين وابينفرين. تعال نتكلم على الريسبتورز بقى بتاعه الاسيتايل كولين. النهارده هنتكلم على الريسبتورز بتاعه الاسيتايل كولين، المرة الجاية إن شاء الله نتكلم على سيبتورز بتاعت الأدرينالين والنور أدرينالين. الأستايل كولين يا جماعة بيشتغل على نوعين من الريسبتورز، ماسكارينيك ريسبتور زي ما قلنا ونيكوتينيك ريسبتور، صح الكلام ده؟ حد عنده اعتراض؟ طيب تعالى نبدأ باللي تحت دي نخلص منها. النيكوتينيك قلنا في منها كام نوع يا جماعة؟ نيكوتينيك إن ريسبتور صح كده؟ ونيكوتينيك ام ريسبتور اللي هي نيكوتينيك موجوده على نيرف ونيكوتينيك موجوده على ايه؟ على مصل. بس دي مش تبعنا، دي مش تبع الاوتونوميك، دي تبع السوماتيك نيرف، بس خلينا نقولها بدل الاستايل كولين بيشغلها. مظبوط كده؟ النيكوتينيك ان دي يا اما موجوده على جانجليا عاديه اللي موجوده على النيرف اللي بالمنظر ده، ادي دي بيبقى عليها نيكوتينيك ان ريسبتور، او بتبقى موجوده على موديفايد جانجليا صح كده؟ اللي هي بتبقى موجوده فين يا جماعه؟ اللي بتبقى موجوده في الادرينال مضله اللي هي السوبرا رينال جلاند اللي بتطلع لي في الاخر ايه؟ ادرينال ونور ادرينال، بيبقى عليها كده نيكوتينيك ان ريسبتور. حلو الكلام؟ طب النيكوتينيك ام، النيكوتينيك ام دي بتاعت الماسل السكيليتال ماسل اللي لما الاستايل كولين بيشتغل عليها بيزود فيها كالسيوم. كالسيوم يا جماعه في الفارماكولوجي كالسيوم ايكوال كونتراكشن، احفظها كده، كالسيوم كالسيوم ايكوال كونتراكشن، كاف دي كالسيوم ايكوال كونتراكشن. يبقى لما الكالسيوم يزيد في السكيليتال ماسل عن طريق تشغيل الاستايل كولين للنيكوتينيك ام ريسبتور يحصل في الماسل دي ايه؟ كالسيوم كونتراكشن على طول. اي كالسيوم في الفارماكولوجي يا جماعه ايكوال كونتراكشن، ده النيكوتينيك ريسبتور. خلينا في المهم، الماسكارينيك ريسبتور، الماسكارينيك ريسبتور في منها ثلاث انواع، ام 1 وام 2 ماسكارينيك 2 وام 3 ريسبتور، M1 M2 M3. ركز معايا، من اللحظه دي لحد ما نخلص منهج الفارماكولوجي ان شاء الله لما اجي اتكلم في ريسبتورز تكون عارف حاجه مهمه قوي. اي ريسبتور اود يعني رقم فردي زي الام 1 او الام 3، اي ريسبتور رقمها فردي بتبقى اكزيتاتوري او ستيمولاتوري، يعني بتعمل ستيمولاشن في الاورجن، تعلي الاورجن، تعمل له اكتيفيشن. واي ريسبتور رقمها ايفن زوجي زي الام 2 مثلا انهبيتوري ريسبتور، يعني بتعمل انهبيشن في ريسبتور تاني. اي ريسبتور مش الماسكارينيك بس، اي ريسبتور طول ما انا بشرح منهج الفارماكولوجي، اي ريسبتور يكون رقمها فردي اود زي الماسكارينيك 1 او الام 3 اكزيتاتوري. يعني ايه اكزيتاتوري؟ يعني برسم كده سهم لفوق، سهم الفوق ده معناها تعرف على طول ان هي اكزيتاتوري ريسبتور. دي يعني ايه؟ يعني ستيمولاتوري، يعني بتعمل ستيمولاشن في الاورجن، تعلي الاورجن، هارت ريت، هارت ريت عالي، كونتراكتيليتي، كونتراكتيليتي عاليه، البرونكاي يحصل برونكو كونستريكشن، الجي اي تي يحصل كونتراكشن في الجي اي تي، يحصل اكزيتيشن في الاورجن، ده يعلى العضلات كلها تتشد. لكن لو الريسبتور دي رقمها زوجي زي الام 2 انهبيتوري ريسبتور، يعني ايه انهبيتوري؟ يعني سهم لتحت. يعني ايه سهم لتحت؟ يعني تعمل انهبيشن في الاورجن، تهبط الاورجن، ريلاكس للاورجن، الهارت ريت يقل، الكونتراكتيلتي تقل، البرونكاي برونكو دايليشن، الجي اي تي يحصل لها ريلاكسيشن، وهكذا. فهمت الفكره فين؟ اي ريسبتور كده. الاهم من كده هما، فاكر لما جيت قلت لك ان اي ريسبتور في الاوتونوميك، اي ريسبتور بتبقى كابلد مع حاجه كده اسمها ايه؟ ها نسيتوها ولا ايه؟ جي بروتين صح؟ والجي بروتين ده كان ثلاث انواع، جي كيو او جي اس او جي اي صح؟
ودول الجي اس والجي اي كانوا بيشتغلوا على انزيم لوحده كده اسمه ادينايليت سايكليز انزيم، والجي كيو ده كان بيشتغل على انزيم تاني لوحده خاص بيه اسمه فوسفو لايبيز سي انزيم. مظبوط كده، خليها على جنب دي افتكرها. بدل دي ريسبتورز يبقى اكيد دول هيبقوا كابلد مع الجي بروتين. مظبوط، ايه الجي بروتين اللي كابلد مع الماسكارينيك ريسبتورز؟ الام 1 والام 3 كابلد مع جي كيو بروتين. كابلد مع ايه يا سيدي؟ مع جي كيو بروتين. يعني هيعملوا ايه؟ يعني هيزودوا تحويل او هيكسروا الفوسفو ليبيدز، هيزودوا تكسيرها الى داج واي بي 3 ويزودوا الكالسيوم. صح كده ولا لا؟ مش الجي كيو دي كانت بتعمل استيميوليشن للفوسفولايبيز سي انزيم؟ صح، وعشان كده على فكره هم اكزيتاتوري ريسبتورز، عشان بيعملوا اكزيتيشن، ولما يحصل اكزيتيشن او يعملوا اكتيفيشن للفوسفولايبيز سي انزيم ده بيزود تكسير الفوسفوليبيدز الى داج واي بي 3 وكالسيوم. ماشي، حلو. يبقى الام 1 والام 3 دول كابلد مع جي كيو بروتين. جميل. طب الام 2، الام 2 قال لك لا، كابلد مع جي، هي مش انهبيتوري ريسبتور. هو مين من الجي بروتين انهبيتوري؟ مين معاه حرف الاي الانهبيتوري؟ الايه؟ الجي اي. صح، هي فعلا كابلد مع جي اي بروتين. يعني ايه كابلد مع جي اي بروتين؟ يعني الجي اي بروتين ده كان بيشتغل على انزيم اسمه ادينايل سايكليز انزيم. مظبوط، ده اللي كان بيحول الاي تي بي الى سايكليك اي ام بي. الجي اي كانت بتعمل انهيبيشن، اي انهيبيشن ولا ستيميوليشن؟ جي اي يعني بتعمل انهيبيشن. صح، لما الام 2 تشتغل يحصل انهيبيشن في الادينايل سايكليز انزيم، فبالتالي الاي تي بي ما يتحولش الى سايكليك اي ام بي. جميل كده، يبقى الام 1 والام 3 كابلد مع جي كيو بروتين، الام 2 كابلد مع ايه؟ مع جي اي بروتين. حلو، تعالى اهم من كده نعرف اماكنهم موجودين فين. تعالى نبدا بالام 1. الام 1 يا سيدي الناس قال لك موجوده في الول اوف ستومك. الول اوف ستومك بين قوسين تيجي لك في الامتحان باسم تاني اليوم، بالبلدي بينه وبينك الانتستين. الول اوف ستومك او الاليوم او الانتستين دي موجود فيها مين؟ ام 1 ريسبتور اكزيتاتوري كابلد مع جي كيو بروتين بيساعد على تحويل الفوسفوليبيدز الى داج واي بي 3 وكالسيوم. ماشي؟ ماشي. المكان ده يا جماعه هو ده اللي فيه ال HCL. هو ده اللي فيه ايه؟ هو ده اللي فيه ال HCL، الاسيديتي بتاعت المعده. لما اجي اقول لك ان المكان ده في ام 1 ريسبتور اكزيتاتوري، نرجع كده لما الاستايل كولين يشغل الريسبتور بتاعته اللي اسمها الام 1 ريسبتور اللي موجوده في الول اوف ستومك او موجوده في الانتستين، لما يشغلها دي اكزيتاتوري ولا انهبيتوري؟ اكزيتاتوري. يعني هتعمل ايه في الاتش سي ال يا جماعه؟ تزوده ولا تقلله؟ تزود الاتش سي ال. يعني الاستايل كولين بيعمل ايه في المعده؟ بيزود الاسيديتي ولا بيقلل الاسيديتي؟ بيزود الاسيديتي. ولما يزود الاسيديتي يعني يجيب لك السر. يجيب لك ايه؟ ألسر، يجيب لك قرحة، يجيب لك حموضة. ده الأستايل كولين لما يشغل الـ M1 ريسبتور اللي موجودة في الول اوف ستومك أو موجودة في الإليم، يجيب لك ايه؟ ألسر، عشان بيزود الأسيديتي عن طريق إن هو بيشغل الـ M1 ريسبتور. فهمت الفكرة؟ طب ما أنا ممكن أقول حاجة تانية أجمل، إيه هي؟ يعني أنا لو قفلت الريسبتور دي اللي هي الـ M1 ريسبتور، لو قفلتها، لو اديت بلوكر، ودلوقتي الأستايل كولين لما بيشغلها بيزود الأسيديتي فبيجيب لي ألسر. لو انا عايز اعالج الالسر ده، تريتمنت اوف السر، لو جيت سالتك سؤال عالج لي الالسر، فكر لي في علاج للالسر، تقول لي ايه؟ اقفل الريسبتور بتاعت الاستايل كولين. صح، ادي بلوكر للام 1 ريسبتور اللي موجوده في الول اوف ستومك. عارف البلوكر اللي هو الانتاجونست اللي بيقفل الريسبتور الام 1 اللي موجوده في الانتستين اسمه ايه؟ اسمه بايرينزيبين. اسمه ايه يا سيدي؟ اسمه بايرينزيبين. البايرينزيبين ده يعتبر ايه؟ M1 ريسبتور بلوكر، بيقفل الM1 ريسبتور
اللي موجوده في المعده. يبقى انت عالجت الالسر ولا عالجت الالسر معايا كده؟ يبقى الاستايل كولين ده اجونست بيشغل الام 1 ريسبتور، يشغلها يجيب لي السر. يبقى لو قفلتها عن طريق دواء اسمه بايرينزبين يبقى انا عالجت الالسر. تمام، نخش على السيبتور الثانيه. خش على السيبتور الثانيه اللي هي الايه، الام 2. الام 2 جه قال لك موجوده فين؟ الام 2 موجوده في الهارت، موجوده في الهارت. ادي القلب اهو، الهارت عليه ريسبتور اسمها ام 2 ريسبتور. انهبيتوري ولا اكزيتاتور يا جماعه؟ انهبيتوري. لما الاستايل كولين اللي هو الاجونست يشغل الام 2 ريسبتور الانهبيتوري اللي موجوده في القلب، ايه اللي بيحصل؟ هي انهبيتوري مظبوط. يبقى تفتكر كده فاكتور زي الهارت ريت يحصل له ايه؟ يقل. فاكتور زي الكاردياك اوتبوت يحصل له ايه؟ يقل هو كمان. فاكتور زي الكونتراكتيليتي الانقباضه بتاعت القلب يحصل لها ايه؟ تقل برضه هي كمان. ليه؟ عشان انت شغلت الام 2 ريسبتور الانهبيتوري اللي بتعمل انهبيشن. نرجع لموضوعنا، الاستايل كولين لما شغل الام 2 ريسبتور الانهبيتوري هل هو بنفسه اللي قلل الهارت ريت والكارديك اوتبوت والكونتراكتيليتي؟ لا. لو انت فاهم فارما هتقول لي ايه؟ ده الاستايل كولين بس هو المفتاح اللي فتح. بمعنى ان لما شغل الام 2 ريسبتور الانهبيتوري هي كابلد مع جي اي بروتين، فالجي اي بروتين ده حصل له اكتيفيشن، فبالتالي هو اي انهبيتوري يعني منع الادينايل سايكليز، ولما منع الادينايل سايكليز منع تحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي، ولما منع تحويل الاي تي بي الى سايكليك ام بي ما بقاش فيه سايكليك ام بي في القلب، فالهارت ريت قلت والكارديك اوتبوت قلت والكونتراكتيليتي قلت. يبقى انت هنا ممكن تطلع بمعلومه حلوه جدا، ان لما السايكليك ام بي في القلب يقل الهارت ريت يقل والكارديك اوتبوت يقل والكونتراكتيليتي تقل. قل ليه؟ عشان شغلت الام 2 ريسبتور اللي هي كابلد مع جي اي بروتين منع الادينايل سايكليز. تمام، حلو الكلام. الام 3 بقى، الام 3 موجوده فين يا سيدي؟ الام 3 دي عشان تريح نفسك، الام 3 موجوده في الباقي. يعني ايه موجوده في الباقي؟ يعني اي مكان، اي مكان غير الولو في ستومك والهارت هتلاقي فيه ام 3. ريح نفسك اهو، الام 3 والله لا اكتبها لك موجوده في الباقي. ايه الباقي ده؟ الباقي ده بيشمل ايه؟ الباقي ده يا سيدي بيشمل البرونكاي، ده الباقي. بيشمل العين، ده الباقي. بيشمل الجي اي تي واليورينري تراكت، ده الباقي. موجوده في اماكن ثانيه نبقى نقولها يعني، بس مجملا يعني الام 3 موجوده فين؟ موجوده في البرونكاي، موجوده في العين، موجوده في الجي اي تي واليورينري تراكت، موجوده في اي مكان غير الولو في ستومك والهارت. معايا؟ بص كده معايا ازاي يعني؟ تعالى ناخد اكزامبل. لو جينا ناخد اول اكزامبل اللي هو البرونكاي، ادي البرونكاي يا سيدي. انا مش قلت لك فاكر كده البرونكاي اهو موجود فيها ام 3 ريسبتور اكزيتاتوري ولا انهبيتوري؟ اكزيتاتوري. ادي الام 3 ريسبتور الاكزيتاتوري اللي موجوده في البرونكاي بالشكل ده. تفتكر لما الاستايل كولين يشغل الام 3 ريسبتور اللي موجوده في البرونكاي يعمل ايه؟ ايه اللي يحصل؟ دي اكزيتاتوري يعني يحصل اكزيتيشن، صح؟ يحصل اكزيتيشن يعني العضلات تنقبض ولا ترخي، يحصل لها ريلاكسيشن. تقول لي يحصل كونتراكشن يعني يحصل برونكو كونستريكشن، صح؟ بالظبط كده، يحصل برونكو كونستريكشن. ما تحفظش حاجه، ارجع للسيشن الاولانيه. قلت لك وانت قاعد انا دلوقتي في حاله باراسمباثيك ولا سمباثيك، بتكلم على مين يا جماعه؟ استايل كولين باراسمباثيك، صح؟ وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون. البرونكاي بتاعتك هل هيحصل لها برونكو دايليشن وتستوعب اكبر كميه من الاكسجين سبلاي عشان توصله للمخ وللعضلات وللدم والكلام ده كله؟ ولا انت قاعد اصلا ما بتعملش اي مجهود؟ ملوش لازمه كل الاكسجين ده، ملوش لازمه ان البرونكاي يحصل لها برونكو دايليشن، لا هي هتدي لك ايه؟ اكسجين على القد اللي هو اللي يعيشك. وانت قاعد كده بتتفرج على التلفزيون ريلاكسد في حاله باراسمباثيك، فطبيعي ان يحصل لها برونكو كونستريكشن.
خساره فيك ان هي يحصل لها برونكو دايليشن. افتكرتوا الكلام بتاع السيشن الاولانيه؟ يبقى طبيعي هنا ان البرونكاي يحصل لها برونكو كونستريكشن. انا هنا فسرتها لك ازاي؟ عن طريق ان البرونكاي عليها ام 3 ريسبتور اكزيتاتوري يحصل اكزيتيشن في البرونكاي يعني برونكو كونستريكشن. تمام؟ طب امسك الاورجان اللي بعده اللي هو العين. فاكر العين كان ايه اللي بيحصل لها العين؟ لما كنت اقول لك دي البيوبل والبيوبل حواليها عضلات كده اسمها سيركولر ماسل. فاكر العضلات دي؟ سيركولر ماسل. انا بقول لك ان السيركولر ماسل دي اللي كان واصل لها بارا سمباثيك نيرف لو انت فاكر وشفت السيشن الاولانيه. السيركولر ماسل دي عليها ريسبتور اسمه ام 3 ريسبتور اكزيتاتوري. ما هو لا هو إليم لا هو انتستين ولا هو هارت، يبقى اكيد عليها ام 3 ريسبتور اكزيتاتوري. فاكر في العين كان ايه اللي بيحصل في العين؟ اللي بيحصل في العين كنت بقول لك اهو نفس المنظر ده كده. لو دي السيركولر ماسل وادي البيوبل في النص، انت في حاله بارا سمباثيك يعني عينك بتقفل، محتاج تشوف النير فيجن بس مش لازم تشوف اللونج فيجن. انت مش مبرق، انت مش داخل خناقه، مش بتجري، ما بتبذلش اي ايفورت، حاله بارا سمباثيك. السيركولر ماسل كان بيحصل لها ايه؟ كان بيحصل لها حركه كده اسمها مايوزز. ايه المايوزز دي؟ ان السيركولر ماسل يحصل لها كونتراكشن، تقفل بالمنظر ده، تقفل على البيوبل وعينك تغمض وتنام. صح؟ الحركه دي مش ده كونتراكشن في العضله، مش ريلاكسيشن. صح؟ ريلاكسيشن في العضله يبقى كده سيركولر ماسل تفتح، لكن بص العضله حصل لها كونتراكشن قفلت على البيوبل. كونتراكشن ده اكزايتيشن ولا انهبيشن؟ ده اكزايتيشن في العضله، اكزايتيشن عن طريق الام 3 ريسبتور الاكزايتاتوري اللي موجود على العضله دي. فبالتالي العضله دي راحت قفلت على الايه؟ قفلت على البيوبل، عملت الحركه اللي احنا بنقول عليها اللي اسمها الايه؟ المايوسيس. ماشي؟ تمام؟ طب الجي اي تي واليورينري تراكت فاكر؟ افكرك لو كنا بنقول ادي يا سيدي الجي اي تي اهي وادي اليورينري تراكت بالمنظر ده، ادي اليورينري تراكت، كان كل واحد فيهم بيتكون من وول وسفنكتر، المحبس اللي في الاخر وول وايه وسفنكتر. مظبوط مظبوط. وكنت بقول لك ان كل واحد فيهم شغله عكس التاني، يعني لو الول حصل له كونتراكشن السفنكتر يحصل له ريلاكسيشن، ولو الول حصل له ريلاكسيشن السفنكتر يحصل له كونتراكشن. صح؟ نرجع احنا في حاله ايه؟ باراسمباثيك. ينفع تدخل الحمام؟ ينفع تدخل الحمام، مفيش اي مشكله. يعني السفنكتر ماله؟ السفنكتر معمول له ريلاكسيشن دلوقتي، يعني السفنكتر مفتوح. ومادام السفنكتر مفتوح يبقى الول هيحصل له ايه دلوقتي؟ يحصل له كونتراكشن، يقفل عشان يخرج كميه الميه او الستولز اللي جواه تنزل في عن طريق الايه؟ السفنكتر. يعني الول حصل له كونتراكشن، السفنكتر حصل له ريلاكسيشن. طب هما الاثنين سواء الول او السفنكتر هل هما الاثنين انتستن او هارت؟ لا، يبقى هما الاثنين عليهم ايه؟ عليهم ام 3 ريسبتور. خليك ماشي معايا واحده واحده في الحته دي عشان فيها اكسبشن صغير كده ركز فيه. يبقى هما الاثنين متفقين عليهم ام 3 ريسبتور مش ام 1 ولا ام 2. حلو. هو الول حصل له ايه؟ كونتراكشن. يعني الام 3 مالها؟ اكزيتاتوري، ده الطبيعي بتاعها ان الام 3 اكزيتاتوري. مظبوط. لكن السفنكتر حصل له ايه؟ ريلاكسيشن. هل الام 3 برضه اكزيتاتوري؟ اكزيتاتوري ازاي والسفنكتر حصل له ريلاكسيشن؟ هي طبيعتها ان هي اكزيتاتوري، بس في الحاله دي بس هي اكسبشن بتبقى انهبيتوري. وعلى فكره هو مش ذكاء، هي لازم تبقى انهبيتوري عشان السفنكتر يحصل له ريلاكسيشن. بص كده معايا، هو السفنكتر ده، السفنكتر ده يا جماعه هل هو هارت او ستومك؟ لا. حلو. يعني عليه ام 3 ولا لا؟ عليه ام 3. السفنكتر حصل له ايه؟ ريلاكسيشن. انا معاك والله ان الام 3 طبيعتها ان هي اكزيتاتوري، صح؟ بس في الحاله دي بس اكسبشن، مش هتتكرر معانا بعد كده، هو ده الاكسبشن الوحيد للام 3. في الحاله دي بس اكسبشن، عشان السفنكتر حصل له ريلاكسيشن لازم الام 3 تكون ايه؟ انهبيتوري. تمام كده؟ فهمتوا الفكره؟ طيب زي ما قلنا البلوكر بتاع الام 1 فوق كان دواء اسمه بايرينسبن، انا نسيت اقول لكم البلوكر بتاع الام 2، فاكر الام 2 دي كانت انهبيتوري في الهارت، بتقلل الهارت ريت والكارديو اوتبوت والكلام ده.
البلوكر بتاع الام 2 اسمه ايه؟ دواء مهم برضو اسمه جلامين. اسمه ايه؟ جلامين. الجلامين ده البلوكر الانتاجونست الام 2. يعني لو قفلته، لو قفلته ايه اللي هيحصل؟ لو قفلته اديني قفلت الام 2، يبقى الهارت ريت بدل ما كان هيقل هيحصل ايه؟ هيزيد. والكارديك اوتبوت بدل ما هيقل هيزيد، والكونتراكتيليتي هيحصل لها ايه؟ الانقباضه بتاعه القلب تزيد. طب البلوكر بتاع الام 3 اسمه ايه؟ البلوكر بتاع الام 3 يا سيدي دواء برضو مهم جدا اسمه داري فيناسين. داري فيناسين، داري فيناسين ده الانتاجونست بتاع الام 3. يعني لما يقفل الام 3 اللي موجوده في البرونكاي، اديني قفلتها، بدل ما يحصل برونكو كونستريكشن هيحصل ايه؟ برونكو دايليشن. لما يقفل الام 3 اللي موجوده في العين في السيركولار ماسل، بدل ما بيحصل مايوزيس يحصل الحركه الثانيه اللي هي اسمها ايه؟ فكده بتاعت السمباثيك اسمها ميترياسيس، عينك توسع. ما هو العكس بقى، يدري المايوز. لما يقفل الام 3 في الجي اي تي او في الاسفنكتر، ايه اللي يحصل؟ بدل ما في الوول يحصل كونتراكشن يحصل ريلاكسيشن، وبدل ما يحصل ريلاكسيشن في الاسفنكتر يحصل ايه؟ كونتراكشن، يعني اعكس. دواء اسمه ايه؟ داري فيناسين. يبقى البلوكر بتاع الام 1 اسمه بايرنزبين، البلوكر بتاع الام 2 اسمه جلامين، البلوكر بتاع الام 3 اسمه داري فيناسين. تمام كده؟ اوكي؟ على فكره هما ما اكتشفوش البلوكرز دي كلها كده مره واحده. اول دواء اكتشفوه كبلوكر كانتاجونست للماسكارينيك ريسبتور ما كانش هو سبيسيفيك للام 1 بس زي البايرنزبين. على فكره البايرنزبين ده بيقفل الام 1 بس، ولا سبيسيفيك للام 2 بس زي الجلامين، لا ده اكتشفوا دواء كان بيقفل كل الماسكارينيك ريسبتور. كان اسمه ايه الدواء اللي بيقفل كل الماسكارينيك ريسبتور؟ كان اسمه اتروبين. فاكرين الاتروبين ده يا جماعه اللي هو الاتروبا بلادونا والكلام ده؟ الاتروبين ده بص انا هكتب لك ايه جنبه؟ نون سيلكتيف ماسكارينيك بلوكر. فسر لي الجمله دي كده. ماسكارينيك بلوكر يعني بيقفل ماسكارينيك ريسبتورز، حلو؟ بس نون سيلكتيف، ما بينقيش، ما بيقفلش الام 1 بس، ما بيقفلش الام 2 بس، ما بيقفلش الام 3 بس، لا ده بيقفل كله، بيقفل الماسكارينيك كلها ام 1 و2 و3. وهل ده ينفع؟ لا طبعا. هل ينفع عندي دواء يقفل كل الماسكارينيك ريسبتورز اللي عندنا في الجسم؟ مستحيل. فعشان كده الدواء ده دلوقتي يا جماعه اتلغى او بقى شغله محصور بس حتى في عيادات العيون لفحص قاع العين والكلام ده كله القطره. لكن مفيش دواء كده اديه نون سيلكتيف ماسكارينيك بلوكر اللي هو الاتروبين. الدواء ده دلوقتي بقى استخدامه فيري ليميتد، محصور جدا. ليه؟ عشان هو نون سيلكتيف. اكتشف هو الدريفاتيفز اللي هي زي البايرنزبين ده يقفل الام 1 بس، الجلامين يقفل الام 2 بس، الداريفيناسين يقفل الام 3 بس، حاجه بس سيلكتيف على الماسكارينيك ريسبتور، يقفل واحد او اثنين او ثلاثه لكن ما يقفلش كله. تمام؟ اخر حاجه عشان انهي السيشن النهارده يا جماعه، عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، عارف ان انتوا زيتوا. تعالى بس ناخد افكرك بحاجه خدناها برضو على فكره السيشن اللي فاتت، بس هنتكلم عليها بالتفصيل شويه. ايه الحاجه دي؟ سريعا يعني الاستايل كولين يا جماعه كان بيتكسر بانزيم، فاكر كان اسمه ايه؟ الى ان اكتف برودكت. كان اسمه ايه الانزيم؟ كولين ستريز انزيم، صح؟ الكولين ستريز انزيم ده في منه نوعين، في منه ترو وسودو. ترو وسودو، ترو حقيقي وسودو كاذب. هو مش حقيقي وكاذب، مش قصه كده. اماكنهم الترو ده هو كولين ستريز في الاول ولا في الاخر؟ الترو كولين ستريز ده موجود في 90% من الجسم، RBCs, white blood cells, brain, bronchi، اي مكان بتلاقي فيه ترو كولين ستريس، ما عدا مكانين فيهم السودو بس. ايه هما المكانين يا سيدي؟ المكانين دول هما الليفر، الكبد، والسبلين، والطحال. دول فيهم سودو كولين ستريس بس. اوكي؟ طيب ده بيمثل 10% من الكولين ستريس. مش ده المهم. المهم اساميهم التانية. الترو ده بيسموه سبيسيفيك كولين ستريس. سبيسيفيك كولين ستريس، وهنعرف ليه سموه سبيسيفيك. السودو ده بيسموه نون سبيسيفيك كولين ستريس.
يعني ايه سبيسيفيك ويعني ايه نون سبيسيفيك. خلي بالك من حاجه، الاستايل كولين يا جماعه موجود في الجسم، اللي موجود في الجسم اسمه اندوجينس استايل كولين. الاستايل كولين اللي موجود في الجسم اسمه اندوجينس، ده جوه جسمك، ده ما فيهوش مشاكل. في دريفاتيفز اخترعوها من الاستايل كولين، ابتدوا يصنعوها، يعني سينثيتك استايل كولين بره في المصانع، ادويه استايل كولين بتؤدي نفس الغرض بتاع الاستايل كولين، بتشغل الام 1 او الام 2 او الام 3 بس سينثيتك، حاجه صناعي كده، زي مثلا البنسلين زي الاومنتر. السينثيتك ده بسميه مش اندوجينس بقى، الاندوجينس ده اللي جوه جسمك، السينثيتك ده بسميه اكسوجينس استايل كولين. بص هنا الترو كولين ستريز، الانزيم ده اللي هو الترو، انا قلت لك ان هو ايه سبيسيفيك، لكن السودو انا قلت لك ان هو ايه نون سبيسيفيك. يعني ايه؟ هو مش الكولين ستريز انزيم ده اللي بيكسر الاستايل كولين؟ بيقول لك ان السودو ده ما بيفرقش، نون سبيسيفيك، بيكسر الاندوجينس وبيكسر الاكسوجينس. والله لو انت حائن استايل كولين من بره كمان السودو كولين ستريز هيكسره، وكمان بيكسر الاندوجينس استايل كولين اللي جوه الجسم، فعشان كده سميناه نون سبيسيفيك كولين ستريس. لكن الترو العكس تماما، الترو هو سبيسيفيك، ما بيكسرش غير الاندوجينس استايل كولين فقط. يعني لو حقنت من بره استايل كولين سينثيتك صناعي من بره غير اللي موجود في الجسم، اللي مسؤول عن تكسيره بس هو الترو، ده بيكسر الاندوجينس. لكن السودو بيكسر الاثنين، بيكسر الاندوجينس وبيكسر الاكسوجينس. تمام كده؟ اتمنى تكون السيشن النهارده عجبتكم وقدرتوا تستوعبوا المعلومات اللي فيها، معلومات مهمه جدا. هنكمل السيشن اللي جاي ان شاء الله بقيه الريسبتورز، بس الريسبتورز النور ادرينالين بقى سمباثيك، دي الريسبتورز الباراسمباثيك. يا ريت يا جماعه قبل كل سيشن تفكروا نفسكم بس بالسيشن اللي قبلها. السلام عليكم.